فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تربية الشعر وإطالته؟ لأن بعض، هل يجوز تربية الشعر وإطالته؟ إطالته؟ نعم، شعر الرأس بالنسبة. يجوز إطالته؟ هل يجوز تربية الشعر وإطالته؟ أي نعم. يقول للرجل، لأن البعض يقول إن هذا غير جائز ولا ينبغي لطالب العلم أن يفعل ذلك. إذا غذى شعره على السنة الواردة فلا بأس بذلك، أما إذا غذاه على الموضة وما عليه الناس فهذا لا يجوز، لأن هذا تشبه. نعم.